يقوم قصر ثقافة الأقصر بإعداد وتكوين فريق طلائع الأطفال لتقديم الاستعراضات للفنون الشعبية والجمباز، وذلك لأول مرة بمحافظة الأقصر من خلال اختيار أفضل العناصر من الأطفال من الجنسين. تقرير الزميلين أشرف نبيل ودعاء نجدي. تحت إشراف وزارة الثقافة يتم تكوين فريق للفنون الشعبية والجمباز للطلائع من سن 6 سنوات وحتى 20 عام، وذلك لأول مرة في جنوب الصعيد للمشاركة في المناسبات القومية والمهرجانات على مستوى الجمهورية، حيث يتم التدريب يوميا للوصول لأفضل مستوى للفريق. أنا كابتن علي جبريل، مدرب جمباز واستعراض وفنون شعبية. إن شاء الله بنكون فريق هنا في الأقصر، ودي أول مرة تحصل طلائع الأطفال الاستعراضات والفنون الشعبية، وإن شاء الله مستنين اللجنة بتاعتنا يوم 7/11 إن شاء الله تشرفونا كلكم في قصر الثقافة بإذن الله، علشان يكون لنا نصيب في الاعتماد بإذن الله، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا بإذن الله تعالى وبركاته. إحنا بنقدم استعراضات تراثية لبلدنا، إحنا عايزين نعمل فريق استعراض طلائع من سن 20 لحد 6 سنين، ولازم يكون الشخص اللي بتقدم ده يكون تدريباته اللياقة البدنية بتاعته عالية، يعرف يسمع كويس، عنده أداء روحي وتمثيلي كويس جدا علشان خاطر يقدر يكمل ويشارك معنا في الفريق. نزلنا الإعلان ده تقريبا في أول 6، ولحد ما جمعنا الفريق وكده ابتدينا تدريبات من أول 7 أو نص 7 تقريبا، وابتدينا نعمل الاستعراضات بتاعتنا ونعمل الحاجات التراثية علشان خاطر نشرف بلدنا إن شاء الله تعالى. مينا رفت، عضو فرقة فنون شعبية. لينا كتير بنشتغل علشان نوصل لحلمنا كده، يعني فوق 3 شهور من ساعة ما وصلنا الخبر، فاحنا تعبنا وكده، فربنا إن شاء الله هيوفقنا في اللجنة وربنا معانا. شايف هشام، انا قريت اعلان ان في فرقه تتكون ما حبيت اشارك فيها، لاني كنت اشوف فرق على التلفزيون وحتى شفت كذا فرقه تمام، ويعني وانا حبيت ان اكون مشارك مثلا في فرق، ولقيت الكابتن علي جبريل وشاركت معاه، كانت مشاركه متميزه، وزي ما بيقول الكابتن فرقتنا هي عيلتنا. بقرا هشام، انا اول حاجه شدتني في الفريق قبل اي حاجه، قبل ان انا بشوف اولادهم حسيت ان هم متناسقين مع بعض، حاسس ان هم عيله، وكمان لما اشتركت في الفريق عرفت ان احنا مش مجرد صحاب او مش مجرد احنا فريق زمايل، لا احنا اخوات بجد، ودي اكتر حاجه انا عجبتني في الفريق يعني كنفسي. تاني حاجه ان انا عجبني العروض بتاعتهم، ان احنا بنتعب وبنيجي هنا ونتدرب، ومش مجرد احنا بنيجي مثلا نحفظ عروض وخلاص نمشي، لا احنا بناخد لياقه بدنيه، بنتدرب من 6 ل7 ساعات في اليوم، يعني بجد انا عجبني الفريق عشان خاطر حاجات كتير مش مجرد حاجه او حاجتين بس. اللي عايزه اللي حابه اقوله ان احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا معانا في اللجنه، وان ربنا هيقف معانا عشان احنا بنتعب بجد. تبع فرقه الفنون الشعبيه، انا حبيت ان انا ادخل الفنون الشعبيه لان الاغاني او ايا كان دينيه او اغاني شعبيه بتخرج الطاقه السلبيه، وايا كان. وطبعا شكرا لكابتن علي لأن هو بيتعب معانا، وإحنا بنتدرب في اليوم 6 أو 7 ساعات، وده بيفرق معانا كتير، لأن لما بنيجي نشارك في بطولات أو حفلات كبيرة ده يعني بيوري شغل كابتن نفسه هو تعب معانا إزاي وإحنا تعبنا إزاي، وبده إحنا بيطلع الشغل بتاعنا حلو أو وحش. وأتمنى إن إحنا نبقى يعني على حسن ظن المحافظة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا. كان معكم من الأقصر أشرف نبيل لأخبار طيبة.